يلا بينا على الراديو 90 90. وبما اننا بنتكلم عن الثانويه العامه وعن كل الاستعدادات وكل التفاصيل الخاصه بالثانويه العامه اللي خلاص الامتحانات هتبدا كمان اسبوع يوم 10/7 الامتحانات او الامتحان طبعا اللغه العربيه، عشان كده احنا اكيد نحب انه نقول كده شويه نصايح ايجابيه. اكيد نصايح ايجابيه جدا، ايجابيه جدا لكل الطلاب اللي بيسمعونا، وكمان لكل اولياء الامور برضو اللي هم دورهم مهم جدا جدا زي ما احنا بنقول كده من اول الحلقه. يا ترى ازاي يستقبلوا الامتحانات ويستعدوا ليها بدون توتر بكل هدوء؟ علشان كده معانا الكاتب والباحث في علم النفس الايجابي شريف عرفه، يقول لنا بقى كل النصائح المهمه لكل طلبه الثانويه العامه وكمان لاسرهم. مساء الفل. مساء الفل يا شريف. مساء الفل. ازيك يا رغده؟ ازيك يا رضوى؟ عاملين ايه؟ احنا تمام، يعني صوتك كله طاقه ايجابيه وكله تفاؤل. تمام. عشان ادخل في الموضوع مباشره كده، عندي شويه نصايح حابب اقولها لاصدقائنا الطلبه يعني اللي عندهم امتحانات اليومين دول. اول حاجه طبعا علم النفس الايجابي هو علم بيدرس الظواهر الايجابيه، يعني ازاي الانسان بيعرف ينجز في حياته بشكل كويس، الناس اللي نجاحهم الدراسي بيبقى اكتر من غيرهم، ايه الحاجات اللي هم بيتميزوا بيها عن الناس الثانيه. فمن ضمن الحاجات اللي لقيناها هي ان في صفة مهمة جدا اسمها الانضباط الذاتي، دي بتحقق نجاح دراسي اكتر من ان الواحد يبقى عنده اي كيو عالي. يعني لو واحد ذكي، ناس بتفتكر كده ان الشخص اللي هو ناجح في الدراسة ده واحد ذكي وبيتمتع بصفات ذهنية عالية وعبقري وبتاع، لكن حسب الدراسات لو ان قدرة الانسان على الانضباط الذاتي اللي هو ينظم وقته، ان هو يقاوم المغريات، ان هو يحط جدول ويمشي عليه، الكلام ده بيساعد ان الانسان ينجح دراسيا اكتر من الشخص الذكي. مش بس يعني الذكاء العقلي، يعني اكتر من الذكاء العقلي. يعني باختصار كده هقولها بتبسيط شويه، المجهود اللي الانسان بيبذله في المذاكره ده بيضمن له نجاح دراسي اكتر من ان هو يعتمد بس على ذكائه. لان الشخص لو حاسس ان هو ذكي كده وخلاص هيسيب نفسه ومش هيذاكر، هيقول خلاص انا ذكي بقى وكفايه عليا نص ساعه مذاكره وبتاع. طبعا الذكاء بيلعب عامل، لكن انت تقدر تعوض الموضوع ده بالمجهود الزياده. لو واحد عارف ان هو في ماده مثلا ضعيف فيها شويه، دماغه مش جايه شويه على الرياضيات مثلا، يعوضها ازاي؟ بان هو يذاكر، ان هو يعمل جدول يبتدي يمشي عليه ويمشي عليه، يعني تحتيه مليون خط عشان ياما بنحط جداول وما بنمشيش عليها. طب نتصرف ازاي بقى يا شريف؟ هقول لك ان اول حاجه زي ما بقول لك دي حاجه اسمها الانضباط الذاتي، ان انا طول الوقت في صراع بيني وبين الرغبات الداخليه اللي بتبعدني عن الهدف بتاعي. يعني وقت المذاكره كل حاجه تانية بتبقى حلوه جدا. أيوة. اي نشاط تاني بيبقى مسلي، النوم نفسه بيبقى حاجه دي حقيقه، ده النوم ده بيبقى اكتر حاجه ممتعه. بالظبط، يعني سندوتشات بقى ولا عايز اخرج مع اصحابي، واحد ما بطلبش مسلسل جديد، فيلم ابيض واسود مثلا، ايوه اصلا الفيلم ما بحبوش ممكن احبه. دي حقيقه. فالفكره ان انا ادرك تماما ان الموضوع له علاقه بالتحكم في الرغبات الداخليه بتاعتي، ان الموضوع ما هوش له علاقه يعني بالدراسه بس وبطبيعه الماده، لكن انا في صراع مع نفسي ان انا بقاوم المغريات، وان انتصاري على المغريات دي جزء من نجاح الدراسه. ده رقم واحد. بحفز نفسي. طيب يا شريف ولا بعمل ايه يعني؟ طبعا ما في حاجات كتير، في حاجات كتير. خلينا نركز الاول في فكره مقاومه المشتتات والمغريات. تمام، دي نقطه اولى في الموضوع ده. في نقطه تانية، في دراسات كتير لقت حاجه غريبه جدا، ان ودي اتعملت على الموظفين مش الناس اللي بتدرس، لكن هتلاقي نفس الفكره. يعني لو ان انتاجية الموظف بتقل بمجرد ان هو حاطط موبايله على المكتب حتى لو مش بيستخدمه، مجرد وجود الموبايل بتاعه في مجاله البصري وهو بيعمل الشغل بتاعه بيسحب جزء من تركيزه. تمام. تخيلي. دراسة غريبة جدا. فالفكرة ان ابعد موبايلك تماما، يعني لازم اقفله واشيله خالص، يعني يعني ماديا ابعده عنك، يعني ما تخلوش قدامك يعمل نوتيفيكيشن عينك هتيجي عليه، او ان انت كده سرحان كده عينك تيجي عليه تقول يا ساره كده حد بيمسي عليا على الواتساب مثلا، ولا في حد بعت لي ايميل، طب ما اشوف الفيسبوك ايه الاخبار كده ايه اللي بيحصل. فده هيسحب منك جزء من تركيزك بمجرد وجوده قدامك، فابعده تماما، يعني اقفله بقى وابعده وبتاع، ده خلي ده جزء من نشاطك وقت المذاكره، ده حاجه طبيعيه جدا. ده رقم واحد. بالظبط، خلي الموبايل بعيد عنك. تمام. عشان نلخص اللي قلناه باختصار، الفكره ببساطه ان المذاكره دي الواحد بيقاوم فيها رغباته الداخليه، ان هو
المغريات والحاجات اللي حواليه اللي بتشتته وبتبعده عن المذاكره، لازم يدرك ان هو في صراع مع نفسه طول الوقت ولازم ينتصر فيه في خلال الفتره الاستثنائيه دي في حياته. تاني حاجه ان هو يبعد المغريات دي عنه، ومنها الموبايل، يعني تمام. وجود الموبايل على الديسك قدامك على المكتب اللي انت في المكان اللي انت بتذاكر فيه ده بيسحب جزء من تركيزك، وفي دراسه يعني كنت سمعت عنها بتتكلم عن الموضوع ده. دي اول نقطه عن المكتبات، الحاجات اللي بتبعدها. تاني حاجه ازاي احدد نفسي في اللي انا بعمله. في طبعا كل ماده ليها مود مذاكره مختلف عن الثاني، وبتحتاج مهارات ذهنيه وعقليه مختلفه عن الثاني، او طبيعه اي انسان هتلاقيه مايل لماده غير الثانيه. واحد عنده الذكاء الرياضي مثلا مرتفع هتلاقيه حلو في الرياضيات والحاجات اللي ليها علاقه بالحسابات والحاجات دي، لكن مش حلو قوي في الحاجات اللغويه مثلا، الذكاء اللغوي عنده مش من مميزاته، فهتلاقيه ما بيحبش مثلا المواد اللي فيها عربي اللي فيها لغات والحاجات دي، بيحب يعني هتلاقي اختلافات فرديه بين كل واحد. فهتلاقي في مواد انت متقبلها ولطيفه بالنسبه لك، وفي مواد ثانيه ثقيله على قلبك. ايوه فالحاجه بالظبط. فدي اعمل فيها ايه؟ في كذا سكه في الموضوع. اول حاجه ان انا اربطها بهدف كبير، انا عايز حاجه بحبها قوي، يعني هدف انا عايز احققه في المستقبل، حاجه انا نفسي فيها، اربطها بالحاجه اللي انا بعملها دي. يعني مثلا واحد بيحب بنت الجيران مثلا مثلا، فيقول نجاحي الدراسي هو اللي هيخليني ناجح في حياتي، فهقدر قصه حياتي قصه الحب دي هتنتهي بان احنا نقدر بقى نطبط وما الى ذلك. لكن انا بحس ساعات انه يعني عندي قناعه انه لو حد لسه صغير وبيدرس يا شريف وشاغل نفسه بقصه حب هو بيشتت نفسه، مش هيعرف يركز. يعني الاحسن يقول ان انا عايز ابقى مهندس، عايز ابقى دكتور، عايز مثلا اشتغل الحاجه اللي انا بحبها عشان يعرف يركز اكتر في مذاكرته. بحس الحب بيشتت الواحد. ممكن استغلالها ممكن يبقى حافز ايجابي. لو حد قدر ان هو يقاوم الافكار دي مثلا ويتجاهلها تماما ده شخص. واحد تاني ممكن يستغل الطاقه دي في ان هو ينجح في حياته. تقصد انها بتختلف من شخصيه لشخصيه. لو انا لقيت ان الحب ده هياثر عليا ويخليني بقى افشل واقعد افكر فيها ليل نهار وافتح الكتاب اشوف صورتها، يبقى كده انا هضيع. ما بالظبط، هل هو طاقه مدمره لحياتك ولا انت تقدر توجهه بشكل ايجابي يخليك تحقق حاجات كتير في حياتك؟ لان ممكن نعمل ده، يعني بدل ما اقعد افكر واسرح واعمل، لا طب ما تعمل خطوه عمليه تخليك تنجح بقى في حياتك. صحيح. عشان بالشخص ده. فده اللي بقوله، ممكن نستغل هذه الطاقه بشكل ما. فدي نقطه. ثاني حاجه ان انا احدد نفسي في الماده، في طرق ثانيه برضو ان انا مثلا ما اعتبرهاش ان هي حاجه رخمه وجلسه ومش عارف ايه، ممكن اخد الموضوع كانه مغامره، كانه مسابقه، كانه تحدي. واحد انا ما بحبوش في الفصل، لا ده انا هبقى احسن منه مثلا، احط في الموضوع في دماغي، لا ده انا هبقى يعني اخد الموضوع كنوع من المغامره. ممكن مثلا اخدها كلعبه، ان مثلا ماده العلوم مثلا او فيزياء مثلا او احياء او بتاع، اتقمص عقليه ان انا بقى واحد عالم مثلا، او ان انا هشرح الدرس ده لمجموعه من الناس انا قاعد بحضر الدرس وبفهمه بتاع، لان هطلع مؤتمر مثلا واشرح. كاني بعيش قصه، يعني مش الموضوع قالب جامد كده وخلاص ماده المفروض اذاكرها. ألطف الموضوع على نفسي، اعتبره لعبه، اعتبره مغامره، اعتبره طريقي لتحقيق هدف معين في المستقبل، بحيث ان انا اتقبله ما يبقاش الموضوع غلس بالنسبه لي. تمام. وحتى لو غلس اعتبره مطب في طريق حاجه في النهايه انا حاببها، واخد بالك؟ حتى لو انا مش قلعه او مش حبه او كده، فلا هو قدامي شويه، قدام شويه هيوصلني للحاجه اللي انا عايزها وبتمناها. الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. وفكره ان انا لو لقيت الحاجه صعبه، في برضه نقطه مهمه، في نوعين من الناس. في ناس عندهم حاجه اسمها بيسموها جروث مايند سيت، او نقدر نترجمها عقليه قابله للنمو. وفي ناس فيكس مايند سيت اللي هو عقليه ثابته. ده ايه بقى الموضوع ده؟ في ناس لما بيواجهوا مثلا ماده صعبه بالنسبه لهم، هو يقول لنفسه خلاص انا ما عنديش القدره ان انا اذاكر الماده دي، او انا مش شاطر في الفيزياء مثلا، خلاص هو مقتنع ان هو بيستسلم. قدراته ثابته، هو شايف يا اما اعرف يا اما ما اعرفش، خلاص انا ما اعرفش، انا من الكاتيجوري، انا من الفئه اللي هي ما بتعرفش الحاجه دي، فخلاص هو حكم على نفسه ان هو ما بيعرفش. وده غلط. ده بالظبط، لان في نوعيه ثانيه من الناس اللي هي العقليه القابله للنمو، ان انت مدرك تماما ومستوعب ان الحاجه الصعبه اللي قدامك انت لو عملتها كتير وبذلت مجهود فيها هتتحسن فيها. تمام. اللي هو ما فيش مستحيل. مفيش مستحيل. بالظبط. ودي بقى على فكره من الحاجات، من الصفات المهمه جدا في النجاح الدراسي تحديدا. لقوا ان الناس اللي عندهم العقليه دي بيفكر بالمنطق ده، ان الحاجه الصعبه دي انا لو عملتها كتير وبذلت فيها مجهود هبقى كويس فيها، هوصل فيها وهنجح خلاص.
يعني حتى كانوا بيعملوها في الدراسات ان بيجيبوا مساله صعبه يشوفوا انت هتحلها هتعرف تحلها ولا هتصر بقى ولا هقعد اتفرج عليها. ايوه هقعد اتفرج عليها كده اشوف هيحصل ايه. بالظبط صاحب العقليه الثابته هيبص كده من اول مره لا يا عم الدنيا صعبه. ثاني واحد هيحاول مره واثنين وثلاثه واربعه على الاقل هيقرب اكتر من الشخص الثاني. وممكن يحلها بكذا طريقه كمان في النهايه. ممكن جدا عنده دافع ان هو يتعلم ويعمل. فدي من الصفات اللي لازم تحطها عندنا دايما طول الوقت، حتى لو الماده انت مش حاببها، حتى لو شايفها مش متوافقه مع تفكيرك او مهاراتك الذهنيه، مجهودك هيعوض الموضوع ده. صحيح. صح. وفي نقطة أخيرة، أنا عارف إن الوقت عندنا لا لا ولا يهمك اتفضل، بالعكس دي نصايح مهمة جدا وأنا لسه عندي سؤال كمان هسأله لك بس كمل. طب اسألي اسألي أسأل؟ طيب في ناس كده بتحب تذاكر مع بعض، تلاقي إيه أنا عايز أذاكر مع أصحابي، طب أنا كده هركز أكتر ولا هضيع وقت؟ والله بصي حسب المادة، يعني في مواد محتاجة مثلا حفظ وإن أنت تقعد لوحدك وتركز وبتاع، وفي مواد تانية محتاجة حسب المادة، يعني هل المادة محتاجة نحل أسئلة مثلا، نحل معادلات مع ولا بعض، ولا حسب الصحاب يا شريف؟ لأنه أحيانا الصحاب بتشتت برضو. أنا مثلا لما كنت بجرب أذاكر مع صحابي حقيقة كنت يعني هما يعني الموضوع لطيف كل حاجة، بس أنا كنت بحس إن أنا مش قادرة أحصل المعلومات. بس أقول لك بخبرة شخصية ولا حسب الشخص، ما فيش دراسة معينة في بالي ليها علاقة بالموضوع ده، لكن بخبرتي الشخصية الموضوع ده ممكن ينفع في وسط السنة مثلا ان احنا بنذاكر الموضوع لأول مرة، لكن ليلة الامتحان لا، مش وقت امتحانات خالص. يعني خلينا بقى صراحة، وقت الامتحان انت محتاج، انت هتقعد لوحدك في الامتحان ولا هتقعد معاهم؟ ايوه هتقعد لوحدك، فخلاص انت بتراجع بقى، بتثبت الموضوع في دماغك، بتواجه الموضوع وتذاكر كل مادة حسب النمط بتاعها. في مواد محتاجة ان اصلا يا شريف يعني ليلة الامتحان بيبقى فيها مشاكل، يعني اصلا في ناس كتير ما بتعرفش تذاكر ليلة الامتحان، فانت تنصحهم بايه؟ انصحهم ان البص يبص هقول لك حاجة دلوقتي، المشاعر السلبية قبل الامتحان مش هتكون مفيدة، يعني في الفترة دي ان انت لو هتوتر نفسك وتقلق نفسك وبتاع، ده مش هيساعدك ان انت الموضوع يثبت دماغك وبتاع، لا خد الموضوع طول خالص. انا برتب بقى افكاري، بنظم ورقي، انا قعدت اذاكر سنه كامله وبتاع، وفي حاجات دي بقى بقفل الموضوع براجعها سريعا يعني براجعها، وحتى مثلا رخمه شويه محتاج اخد شويه وقت وبتاع. واهم حاجه في الموضوع الجدول، ان الجدول يكون منطقي وعقلاني، ما حاولش بقى طول الوقت بروح لمشتتات واهرب من ان انا اذاكر واواجه وبتاع، لان الموضوع كمان لو ما فيش جدول هتحس بتوتر زياده، يعني ان انا فدي نقطه مهمه قوي، او اذاكر ماده غير الماده اللي عندي بكره، يعني في حاجات غريبه بتحصل كده تلاقي في لخبطه. بالظبط مفيش حاجه اسمها كده، يعني حتى اليوم نفسه النص الاولاني من اليوم هذاكر من كذا لكذا، الفصول مثلا الماده جزء كذا منها، وبعدين بعد كده هريح في الفتره من كذا كذا، وبعدين بالليل هذاكر بتاع الفلاني وهكذا، يعني حتى كل حاجه تبقى واضحه. يعني بالظبط تبقى واضحه، لان انت لو سايبها كده وش في دماغك الموضوع هيقلقك فعلا، هتفضل قلقان على طول، لكن لما تحطه قدامك كده تبقى فاهم انا دلوقتي حالا مش محتاج ان انا اشغل بالي باللي هيحصل بكره. بالظبط. يعني نرجع لنقطه الانضباط اللي بدات بيها كلامك معانا، اهم نقطه دي. بالظبط اركز في اللي انا فيه هنا والان دلوقتي، واولياء الامور كمان يساعدوا الولاد بقى يا شريف ان هما ما يتوتروش. طبعا 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 دي نقطه مهمه، بس يعني مش معنى برضو كده ان انا مش متوتر ان انا اروح بقى قابل صحابي بقى واخرج بقى واشوف حته اتفرج على فيلم ولا بتاع، لا هي مش كده يعني، بس في نفس الوقت ما تخليش القلق والتوتر يبقى زياده يعني عن المطلوب ان هو يحفزك. اكيد. تمام. اكيد. في نقطه بقى كمان ليها علاقه برضو بالموضوع ده وحابب اختم بيها. يا ريت. النوم انام كويس عشان اعرف اركز. مفيش حاجه بالظبط، مفيش حاجه اسمها ان انا اطبق واروح لامتحان والكلام ده، علميا مش صح. انا لما بيعملوا حتى تجارب بيخلوا الناس يحفظوا اي معلومه ويناموا، الناس اللي ناموا عرفوا يسترجعوها احسن من الناس الثانيه. مفيش معنى ان انت ترهق نفسك ذهنيا وجسديا وبعدين تروح امتحان ومتوقع ان هلاقي الاسئله دخلت في بعض يا شريف، والاجابات كتبت دي مكان دي ونسيت سؤال، انا نفسي عايز انام قبل الامتحان على طول. للاسف ده بيحصل يعني. مظبوط. الواحد وقت الامتحان محتاج مخه يشتغل باحسن كفاءه ممكنه، وعشان يشتغل احسن كفاءه ممكنه محتاج تشحنه. صح. انك موبايل قدامك وعايز تعمل حاجه مهمه لازم تشحنه بوقت كافي، يبقى مشحون البطاريه بتاعته عشان ما يصدرش منك وانت بتعمل حاجه مهمه. اكيد. احنا يعني بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث في علم النفس الايجابي شريف عرفه، شكرا على كل النصايح الجميله دي. شكرا يا شريف، نورتنا. يومك سعيد. يومك سعيد وبالتوفيق. يومك اسعد. شكرا.